شويه هنلاقي ان مرحله الجامعه مش اهميتها بس اننا بندرس تخصص معين، لكن اهميتها انها بتكون شخصيه كل واحد مننا. عاوزين نشوف بشكل منتظم مناظرات بين الطلاب، الطلاب يحضروا محاضرات وندوات، فريق مسرح وفريق كورال وفريق موسيقى، وندعم الموهوبين الرياضيه. نقدر نتواصل كلنا ونعرف بعض اكتر. ايوه حصل. كلنا معنا.